هون حتى نتخلص من الستيدي ستيت ايرور. شوف شو عملنا، ضفنا هون واحد على تي اي اس، ولاحظوا تي اي ايش وحدتها؟ سكند. اي شيء بضربه في اس، اس ايش وحدتها؟ راديانز بير سكند. اذا ضربت راديانز بير سكند في سكند شو بتعطيني؟ راديانز، والراديان دايمنشن ليس يونتس، بتخلص من اليونتس اللي بقى. شو وحدة كيف؟ دايمنشنز. اوكي ماشي. اذا واحد على تي اي اس، تي اي لما تكون كبيره جدا ما فيش اثر لهذا الجزء. لما تكون تي اي انفينيتي، واحد على انفينيتي زيرو، كانه هذا الجزء مش موجود، فالامور بتصير الكنترول كانها بس بروبورشنال. هون ضفت انا جزء. هلا ميزه الواحد على اس هو انتجريتر، الانتجريتر عماله بقول، او ميزه الاي انه هو بضل يراقب الايرور اللي موجود، طول ما في ايرور رح يضل يزيد الاوتبوت تبعه. طبعا قوه الزياده على ايش بتعتمد؟ سرعة الزيادة بتعتمد على الجين تبعه اللي هو تي اي اللي موجود. اوكي؟ فكل ما انا صغرت قيمة تي اي، الريسبونس تبع الاي تيرم رح يكون اسرع. يعني الانتجريتر هذا رح يزيد اكثر. كل ما خففت هذا التيرم رح يصير الانتجريتر الزيادة تبعته اضعف، فتغييري للتي اي تيرم منهم. لكن لاحظ زي ما انتم سألتوا هون الكي بتأثر على التنين. فالكي لسه بتحرك لي الروت لوكس. شو ضفنا هون؟ ضفنا بول وزيرو. البول وين ضفناه؟ في الاوريجن، والزيرو في الليفت هاند سايد. فلما ضفنا هاي هون والزيرو راح يكون اظن ماينس واحد على تي اي. الزيرو راح يكون ماينس واحد على تي اي، فاحنا ضفنا بول وزيرو، وعندي انا اصلا تو بولز اصلا من السيستم الاصلي. لما نبدا هلا نشغل السيستم راح يبدا يحاول يتغلب على ستيدي ستيت ايرور اللي موجود من الاصل. خلينا نعمل رن، راح الغي هلا الديستربنس مره ثانيه كمان عشان اشوف اثره بشكل منفصل. وراح في البدايه الغي اثر الاس. فخلينا اشطب هذا من هون هلا. او احط تي اي كبيره مش مشكله، راح الغي اثره هلا. اوكي؟ طيب قديش الانيشال فاليو تبع الانتجريتر راح يكون؟ زيرو. كيف بعرف؟ لازم الانتجريتر يكون له انيشال فاليو. بده يبدا كامل من قيمه معينه، مش دائما احنا بنقول الانتجريتر لا يكون فيه انيشال فاليو، الانيشال فاليو تبعه هون زيرو، بكانك تحطه فاليو ثاني، بكانك تجيبه من برا اذا بدك. هلا اذا احنا هون رح نبدا، هلا هون رجعناه لبروبورشنال كنترول عشان نشوف قديش الستيدي ستيت ايرور عند 12. بعرفش عمل رن؟ خليني اتاكد مره ثانيه. هي عمل رن. اوكي؟ اذا طلعنا هون بدنا نشوف الان الستيدي ستيت ايرور، الستيدي ستيت ايرور تقريبا 8% تقريبا، مش هيك؟ لو عملنا زوم على الواي اكسس من هون تقريبا 8%، اقل شوي من 8% ستيدي ستيت ايرور. مظبوط الكل شايف؟ والاوفر شوت راح اعتبر انا انه الاوفر شوت مقبول نسبيا عندي هون اللي هو اقل من 20%. اوكي بدكم تشوفوا بالضبط قديش الاوفر شوت، نعمل هون زوم تقريبا 16%. عندي اوفر شوت. هلا لو فرضت انه انا راضي بال 16% اوفر شوت يعتبر شيء مقبول، بدي احاول اعالج ستيدي ستيت ايرور. اللي راح يعالج لي ستيدي ستيت ايرور هو الاي كنترولر، فراح نشغل التي اي، راح احط قيمه كبيره في البدايه، اذا حطيت قيمه كبيره للتي اي معناها شو عمالي بقول؟ تاثيره صغير، وبعدين راح ابدا ازيد تاثيره شوي شوي. راح نعمل رن، هلا احتمال على 20 ما يغيرش كثير، خلينا نشوف. او بده فتره طويله حتى يلغي ستيدي ستيت ايرور. في شيء تغير بسيط مزبوط؟ في سلوب بسيط بس لسه مش مبين، حتى هذا راح ننزله ل 10. عم بغير مكان الزيرو على فكره. البول رح يضل في الاوريجن تبع الاي، اللي بغيره هو مكان الزيرو. اذا نعمل هذه هون 10، نعمل رن. هلا واضح هون كمان خف شوي مزبوط. خليني ازيد الزمن، رح ازيد الزمن هون ل 20 ثانية، وبعدين رح ارد اغير الاي مرة ثانية. اوكي؟ واضح ايش عم بصير، بس ايش المزعج هون؟ طول مش هيك؟ إذا بدي إياه بسرعة يعالج الإيرور شو بدي أضطر أرد أغير؟ تي أي، بس طبعاً بدك تدير بالك الأي تيربو ممكن يعمل السيستم أنستيبل كمان. خلينا نعملها 5 مثلاً. أوكي؟ هيك مقبول. زاد الأوفر شوت. زاد الأوفر شوت صحيح. إذا بدي أعالج الأوفر شوت إيش بقدر أعمل؟ بزيد دي. بدك تحب ممكن تحاول تغير كي بي شوي، تنزل كي بي شوي اذا بدك، او ممكن او ممكن تحط دي. اذا ضفنا دي تيرم دي ممكن يبدا يعالج